مساء الخير، عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتوا بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما إكو لتبقوا الحلقة، خليكن معنا. لوكجري بيلدينغ للأجار خاصة للهيئات السياسية والدبلوماسية بمنطقة اليرزي. بناية جاهزة للسكن، موقعها فخم بطلعة فيو بيروت والبحر من كل الطوابق. مؤلفة من 4 طوابق للسكن وأبارتمنت وحدة بالطابق. 3 شقق بمساحة 850 متر مربع وشقة وحدة بمساحة 650 متر مربع، بالإضافة ل 1500 متر مربع برايفت جاردن تابعة للبناية. طابق واحد فولي فيرنشت وديكوريتد، وكل أبارتمنت عندها مدخلين. من أهم المواصفات 5 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز، يوروبيان ماربل، هاي أند باثرومز، شمني، شوفاج وسنترال أي سي، و2 كيتشنز بكل أبارتمنت. كل الغرف ماستر مع ووك إن كلوزت. أما الروف كاشف على فيو 360 درجة، جاهز للاستعمال وللإيفنت. 2 underground floors لباركينج 50 سيارة وللستورج. gated luxury building وسيكوريتي مأمنة، موقعها فخم واستراتيجي باليرزي قريب من بيروت. هاي اند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار، والبناية جاهزة للأجار. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج 4 سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداء من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، 3 غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سيكوريتي مأمنة ومدخل خاص، حاليا بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا افيلبل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان، تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت و7 دقايق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، الطابق الثاني تابع لإله تيراس، أما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من إزاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الأسفل. تونيل تحت الأرض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبإمكانية جميع السكان الاستفادة من خدمات الريزورت. من أهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج، سيكوريتي ومينتننس 24/24، بالإضافة لأندرجراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق افيلبل للبيع والمساحات ابتداء من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد امتار من البحر ومأمن فيه احدث الخدمات، اما التسليم بربيع 2018. ابارتمنتس مع سند ملكيه وتسهيلات مأمنه بالدفع.
أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة سور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 بدرومز و 147 متر مربع مع 3 بدرومز. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج اريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة سور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا، قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بتل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و 230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و 400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية، منها عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريتورز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل 3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد، ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019. استهل القطاع العقاري اللبناني العام 2017 على تباطؤ مقارنة مع الشهر الأخير من العام السابق، واللي كان شهد تهافت من قبل المستثمرين لتسجيل عقارات قبل نهاية العام خوفا من ارتفاع قيمتها التأجيرية وبذلك رسوم التسجيل. كذلك اختار العديد من المستثمرين الانتظار بظل تداول معلومات عن احتمالية تخفيض معدلات الفائدة على القروض السكنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lv/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على موعد. Thank you.